أهلا بكم من جديد. انتقل الآن إلى نيويورك مع مراسل عربية طلال الحاج، ويحاور ياسمين شريف مديرة صندوق التعليم لا يمكنه الانتظار التابع للأمم المتحدة. أهلا بك طلال، إليك. شكرا سهام. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع ياسمين شريف مديرة صندوق الأمم المتحدة التعليم لا يمكنه الانتظار، وهو بميزانية تبلغ الآن 650 مليون، والهدف هو جمع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وجمع 1,800,000 دولار لصالح المساهمة في تعليم أطفال العالم. ياسمين شريف، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. ويلكم ياسمين شريف. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. No, I must tell the viewers that you are يجب أن أخبر المشاهدين أنك من أصول مصرية، ولكن لكنك ولدت في السويد، وبالتالي علينا أن نتحدث باللغة الإنجليزية. ياسمين، أنت مديرة برنامج الصندوق العالمي للتعليم الأمم المتحدة، واسمه تعليم لا يكون انتظار. أود أن أطرحك بدءا بالسؤال عن ولاية نيويورك حيث تعيشين وتعملين مثلي أنا، وإعادة أو التعليم سيعود في يوم الاثنين، يوم 28، وسيكون هجين العديد من أولياء الأمور مثلك أنت حول العالم يعانون في اتخاذ القرار، هل يرسلون أطفالهم للمدارس أم لا في وجه هذه الجائحة، جائحة كوفيد-19. ما هي نصيحتك لهم؟ أنت من أشهر المختصين في مجال التعليم، ماذا تقولين لأولياء الأمور الذين يفكرون في هذا الأمر ليل نهار؟ شكرا. أعتقد وأؤمن بأننا يجب دائما أن نأخذ التوجيهات الدوائر والسلطات الصحية. أنا أم ولدي أطفال وتخرج أولادي من المدارس، ولكن لو واجهت هذا الوضع اليوم لاتخاذ القرار لاتخذت توجيهات السلطات الصحية. هذا هو أأمن سبيل، خاصة عند الجائحة، أن نأخذ توجيهات السلطات المحلية. كل وضع يختلف عن الآخر، فمهما كانت نصيحتهم فيما يخص نيويورك فأنا أشجعهم على اتباع توجيهات السلطات الصحية. ما هي أثار كوفيد-19 على برنامجكم وصندوقكم التعليم لا يمكنه الانتظار، والعمل الهام الذي تقومون به حول العالم نيابة عن أطفالنا؟ كيف تأثرتم أنتم في عملكم؟ أولاً، أكثر من تأثرهم الأطفال والشباب الذين تعرقل تعليمهم قبل كوفيد-19 واجهوا الكثير من الأزمات. التعليم لا يمكن الانتظار يعيد التركيز على 75 مليون طفل حول العالم، و25 مليون طفل بين الشباب في الشرق الأوسط المتأثرين بالنزاعات والنزوح القسري والكوارث الطبيعية، فهم أكثر من يتأثر بهذه الجائحة لأنهم الآن يواجهون أزمة مضاعفة. قبل كوفيد-19 كانوا يفرون من الحروب ويعيشون في حالة الفقر المدقع وواجهوا الصدمات من النزاع، والآن علاوة على كل ذلك فقد تأثروا بكوفيد-19. ولكن هذا لا يمنعنا من الاستمرار بالمحاولة للوصول إليهم وتقديم التعليم البديل خلال جائحة كوفيد-19. أود أن أناقش منطقتنا الشرق الأوسط. أنت بالتأكيد تعملين في كافة أنحاء العالم، عالم أفريقيا وآسيا، وكما قلنا تعمل في مناطق عديدة حول العالم وتدعمين تعليم الأطفال، ولكنني أود أن أركز على منطقتنا ذات الصلة بمشاهدينا. لبنان على سبيل المثال تمر عبر أوقات عسيرة وصعبة جدا مع أحداث 4 أغسطس والأوضاع السياسية والاضطرابات الاقتصادية. كيف بيسعى برنامج التعليم لا يكون انتظار مساعدة الأطفال اللبنانيين والشعب اللبناني لتأمين التعليم لأطفالهم؟ أولا، لبنان كانت بلدا كريما جدا في استضافة اللاجئين. علينا أن نتذكر بأنهم استقبلوا
عدد كبير جدا من اللاجئين القادمين من سوريا. وفي الحقيقة فإن لبنان للفرد هي أكبر دولة مضيفة للاجئين، أقصد نسبة في العالم. لذلك لديهم أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذي تعتني بهم الأونروا، وكذلك لديهم تحدياتهم الداخلية، أقلها الانفجار في الرابع من أغسطس والذي أضاف إلى كل هذه المصاعب والقيود التي تواجهها التعليم وكذلك الحكومة اللبنانية. علي أن أقول أولا بأن وزير التعليم اللبناني شريك فعال جدا ويتفاعل بشكل قوي جدا مع برنامجنا، وهم يقدمون الخدمات للاجئين وكذلك للأطفال اللبنانيين المهمشين. ما هي برامجكم هناك؟ لدينا استثمار 16 مليون دولار مخططة للبنان، وقد باشرنا في استخدامها، والانفجار في أغسطس أثر وتسبب الضرر إلى 120 مدرسة في بيروت. وبرنامج التعليم لن يكون هو الانتظار، دخلنا بسرعة كبيرة جدا وعملنا مع وزارة التعليم والتعليم العالي ووكالات الأمم المتحدة مثل يونسكو، أجرينا التقييم وأفصحنا عن هذه الملايين الدولارات لإعادة بناء الأربعين مدرسة الأكثر تأثرا في بيروت. إذن لدينا تعاون طويل وكبير مع حكومة لبنان وشعب لبنان، إلا أن ما نقوم به لا يكفي، فنحن بحاجة المزيد من المساعدة. سوريا بلد آخر، أطفالنا هناك وتعليمهم يواجه تحديات جسيمة. ما هي جهودكم في سوريا؟ في سوريا لدينا النازحين الذين هربوا داخل البلاد وكذلك اللاجئين الذين غادروا سوريا، وحتى هناك إلى جانب السوريين هناك اللاجئين الفلسطينيين. فاستثمرنا على مدى 3 سنوات 50 مليون دولار، ونعمل مع عدة وكالات أممية وكذلك منظمات المجتمع المدني، اليونيسف، UNHCR واليونسكو ومنظمة المجتمع المدني مثل أنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي عبر البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر تأثراً فيما يخص النازحين والمتأثر بالنزاعات. الشيء الأهم هو أن أغلبهم إن لم يكونوا جميعا يعيشون أصلا في ظروف فقر شديدة جدا، إلى جانب حقيقة مواجهتهم لعواقب ما بعد النزاع. فالوصول إليهم بالتعليم هي أولوياتنا القصوى، يجب أن تكون أولوية الشرق الأوسط وكافة حكوماتها وكافة شعوب المنطقة والعالم بالتأكيد. واليمن المعاناة من هذه الحرب الطاحنة والأعمال الإجرامية من الميليشيات غير الخاضعة للقانون، ما هو حجم المشكلة في اليمن وما هي جهودكم في تلك البلاد؟ لدينا حوالي 7,200,000 طفل أو مراهق في اليمن بحاجة ماسة إلى التعليم. ومرة أخرى نرى مشاكل متعددة المستويات للأطفال في اليمن، لأن تعليمهم تأثر واستثماراتنا طائرة هناك لا يمكنها إلا مساعدة في مناطق معينة مثلا للامتحانات وإيصال بعض الأغذية لبعض المدارس، ولكن هم أيضا يواجهون خطر المجاعة. البنى التحتية تدمرت وكوفيد 19 علاوة على كل ذلك، فدموية هذا النزاع وصعوبة الوصول وتوفير المقاربة الشاملة للتعليم، ولا نتمكن إلا من تقديم استثمارات مجزأة أنها تحطم القلب. إذن تواجهون عواقب في عملكم هناك؟ نعم، هي المشكلة في الوصول. عملنا جانب الوكالات الأممية والمجتمع المدني وكلا طرفي النزاع. من الذي يعيق إمكانية وصولكم؟ العنف. العنف في حد ذاته يجعل من الصعب الوصول المناطق. نحن نعمل مع
الحكومة اليمنية وكذلك السلطات في المناطق المختلفة، ونحن نتواصل مع كافة الأطراف لأننا لا نتحيز طرف أو آخر، ونحاول مساعدة النازحين على شواطئ اليمن، وقدمنا استثمار أو المخطط له حوالي 17 مليون دولار لليمن، ولكنني أدق ناقص النظر الخطر لليمن لأن الوضع سيء جدا. ليس فقط الدول الفقيرة بحاجة مساعدة، العراق بلد ثري، ولكن هنالك مشكلة في التعليم أيضا. هل تتفقين معنا بالرأي وماذا تفعلون هناك؟ تماما. عندما نتحدث عن العراق وكل الشرق الأوسط، العراق بالتحديد الأمر محزن جدا. بيت الحكمة تأسس في القرن 18 وكانوا يترجمون أرسطو والفلاسفة الإغريق، وانظر ماذا حصل للعراق اليوم، أمر محزن بالفعل. العراق أيضا يستضيف اللاجئين من سوريا وكذلك الفلسطينيين وحتى النازحين داخل العراق، فنحن نركز على هؤلاء النازحين. هذيك أعداد لأعداد الأطفال الذين هم بحاجة إلى مساعدتكم في العراق. العراق أعتقد بأنهم يتحدثون عن 4 أو 5 مليون. نحن نقدم لهم المساعدة بهذا الحجم، نعم، بين 3 إلى 5 ملايين الذي قدم لهم نحن المساعدة لأننا نتمكن من الوصول إلى السكان بأكملهم. ما هو دور الحكومة في مساعدتكم من أجل مساعدة أطفالهم؟ في كل الدول التي نعمل فيها نعمل مع الحكومة، نعمل مع وزارة التعليم ما عدا واحدة منها. أي واحدة هي؟ لا نناقش ذلك، ولكننا نعمل مع وزارة التعليم في العراق ومع السلطات التعليمية المحلية إلى جانب المنظمات الأممية، وكلهم لديهم الإرادة السياسية لدعم التعليم. وبالتأكيد نتمنى أن نلتقي بوزراء المالية ومن أجل تخصيص الميزانية للتعليم. التعليم أولوية، هو ليس فكرة ثانوية أو شيء نضيفه إلى الخدمات العامة الأخرى، بل هو الأولوية القصوى. انتهى وقتنا. دي سؤال أخير وأرجو أن تختصري وتوجزي في الإجابة لأن الوقت انتهى. السؤال هو العلاقة بين الأمم المتحدة والتعليم، ولماذا الأمم المتحدة تعطي هذه الأهمية البالغة لهذا الجانب؟ هناك حفظ السلام والأعمال الإنسانية، لماذا التعليم بالذات؟ أولاً، التعليم له صلة جذرية بالإنسانية وتحدث عن ذلك، ولكنني أود أن أذكر أطفال غزة الذين يواجهون أزمات صحة نفسية نتيجة الأوضاع التي يمرون بها، وكذلك نستثمر بتعليمهم بالعمل مع الأونروا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر مؤخرا موجزا سياسيا حول التعليم، صدر في أغسطس، وأمينة محمد دعم عملنا في مجتمع الأمم المتحدة لتقديم التعليم خلال الأزمات. التعليم هو أساسي كل أهداف التنمية المستدامة، كنا نتفق على ذلك. وسأنتهز الفرصة بينما أنا هنا، وأنا أعرف الوقت قد نفد. أنا أناشد كافة إخواننا وأصدقائنا وشقيقاتنا في الشرق الأوسط، وخاصة في الدول الصغيرة المستقرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وأقول أرجوكم انضموا إلى برنامج التعليم لا يمكنه الانتظار. استثمرنا 120 مليون دولار في الشرق الأوسط، ساعدونا على مطابقة هذا الرقم. يجب أن نصل إلى 25 مليون طفل وشاب في الشرق الأوسط ممن تأثر تعليمهم بسبب النزاعات ولأنهم لاجئين، والآن تضاعف ذلك بسبب كوفيد-19. لنعمل معا. ياسمين شريف، مدير برنامج التعليم لك انتظار الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك لحضورك لهذه المقابلة الحصرية. وشكر إلى زملائي في دبي، وحتى نلتقيكم يوم غد السبت في لقاء حصري مع ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام بالإنابة في ليبيا. نترككم في أمان الله، ونترك لك الكلمة الآن في دبي سهام. إن شاء الله طلال، بانتظار. شكرا جزيلا على هذه المقابلة وضيفتك الكريمة طلال، شكرا.